النهارده عدد من المستشفيات الحكوميه شهدت، او خلينا نروح لخبر اخر. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه عمل جوله مفاجاه النهارده، تفقد خلالها اسم شرطه الموسكي واطلع على مجريات العمل بالقسم زي ما حضراتكم شايفين في اللقطات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. طبعا شاف الاجراءات المتبعه لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات بتاعتهم وسرعه التفاعل معها. كمان دخل لغرفه حجز الاسم وغرفه الاتصالات واكد على اتخاذ كافه الاجراءات للتيسير والتسهيل على المواطنين. حتى كان في اجانب، ناس من واحده اوروبيه. ده في المتحف كمان، راح المتحف المصري. ما انا بقول ايه اللي مودي ايه اللي مودي الاجانب للاسم. طيب كمان الوزير مر كده على رجليه في الشوارع المحيطه بالاسم، وكمان تفقد اداره الحمايه المدنيه بمنطقه العتبه واطمن على استعداد القوات وجاهزيتها. انا قلقت على الاجانب اللي لقيتهم في الاسم.